كميات جديدة من الأدوية والمحاليل المخبرية لثلاثة مراكز في المتينية بمديرية الطحيطة ومركزين في الطائف والشجيرة بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة. يأتي ذلك ضمن برنامج الاستجابة السريعة والدعم المتواصل للقطاع الصحي في الساحل الغربي، وشملت المساعدات إعادة ترميم المراكز الصحية وتزويدها بالمستلزمات الطبية وتأمين رواتب الكادر الطبي فيها لضمان تقديم الخدمات المجانية للمواطنين على طول امتداد الساحل الغربي. اليوم نحن زرنا عديد من المرافق، منها مرفق المتينة بالتحيتة ومرفقي الطائف والشجيرة بالدريهمي، وتم دعمهم بالأدوية والمحاليل الطبية والمستلزمات اللازمة. مدير مكتب الصحة بمحافظة الحديدة أكد أن المراكز الثلاثة عادت إلى العمل مجددا بعد دعم القوات المشتركة وهيئة الهلال الأحمر بتوفير الأجهزة الطبية ودفع رواتب العاملين فيها بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وتخفيف المعاناة عن كاهلهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية من تاريخ اليمن. إن وحدة الشجيرة أصبح كان عدد سكانها الفعليين حوالي 5000، ولكن الآن مع النازحين منطقة الشجيرة عدد سكانها حوالي 11456. مديروي المراكز الطبية الثلاثة شكروا بدورهم الدعم السخي والمتواصل للقوات المشتركة والهلال الأحمر، الأمر الذي مكنهم ويمكنهم من استقبال عشرات الحالات يوميا. نشكر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمه لهذا المركز في مركز المتينة من علاجات وأدوات ومحاليل مخبرية كي تخدم أبناء هذه المنطقة. نشكر الهلال الأحمر الإماراتي على دعمه المقدم للمركز الصحي بالطائف، قدم لنا الكثير من خلال هذا الشهر، قدم لنا من رواتب وأدوية ومحاليل. يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قدمت خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين دفعات كبيرة من الأدوية والمحاليل المخبرية لمستشفى المخا العام والمركز الطبي بمنطقة يختل مديرية المخا بمحافظة تعز، ومستشفى حيس العام بمديرية حيس، ومركزي غطابة والتعفاف بمديرية الطحيطة محافظة الحديدة.